نعم ممكن نديروا الباب كوليس بلا ما نضوبلو الحيط، وهذاك الباب تجي مخفيه وسط الحيط كما كتشوفوا معايا. ولكن هذاك اللي كيبان لكم راه ماشي حيط، هذاك واحد السيستيم كنحيدوا الحيط وكنحطوه هو بلاصتو. هذاك السيستيم داير بحال واحد القجر تما فين كتخشنا الباب، وهذاك السيستيم في الظهر ديالو كاينه واحد الشبكه اللي ممكن نديرو فوق منها المرطوب، اما نصبغوا عليها واما نديرو الزليج اذا كانت عندنا هذاك الباب في الحمام اولا في الكوزينه. وهذا السيستيم هو هذا اللي غادي نخدموه في هذا المنزل كما غادي تشوفوا معايا. بالنسبه لهذا السيستيم هذا، هذاك البلاصه اللي فارغه تما فين كتكون الباب كوليس، والقجر هو اللي كتشوفوه معايا، هذا كيتحط بدل الحيط اذا كنتي عاد كتبني البلاصه اللي غادي تركبوه بلا ما تبني فيها الحيط، واذا كنتي كتصلح البلاصه فين غادي تركبوه عتهدم هذاك الحيط. هنا كما كتشوفوا معايا هذا واحد الحمام هنا فين غادي تركب هذاك السيستيم مول الدار. مني بنا المنزل ديالو وصار دي المنزل ديالو باش نخدم له التصميم، لقينا بان عنده جوج حمامات حدا بعضياتهم، هما هادو اللي كتشوفوهم معايا، وبجوج بهم صغار وصغار بزاف، حتى واحد فيهم ما يمكن نديرو فيه الكابين، لا الحمام الاول لا الحمام الثاني. وبالتالي الفكره اللي عطيتو هي اننا حمام واحد غادي نحيدوه، غادي ندخلوه مع الحمام الثاني، غادي نخليو فيه تقريبا غير واحد 80 سنتيم فين مول الدار يقدر يدير الفاسك، لان بعض المرات كيكونوا الوليدات كيكون شي في الحمام وواحد باغي يغسل غير يده، اذا غادي نخليو واحد 80 سنتيم على برا غيكون فيها الفاسك، والباقي غادي ندخلوه مع الحمام الثاني باش نقدروا نديروا الكابين الدوش. في بعض الاحيان كيكونوا اخطاء كارثيه. دابا تصور كاينه جوج حمامات وحتى حمام فيهم ما فيه القياس الكافي باش نقدروا نديروا فيه ولو كابين دوش صغيره. هنا كما كتشوفوا معايا المعلم عزيز بداو في العمليه ديال الهدم، ها هي هاد الحيوطه اللي كاينين هنايا تهدموا. بالنسبه للحمام غادي نديروا فيه هاد السيستم هذا باش نديروا باب بوليس باش يعطينا ليسباس، وهذاك ليسباس اللي بقى في الجهه ديال اليمن هو واحد 80 سنتيم اللي غادي يبقى فيها واحد الفاسك. بالنسبه لهذا الفاسك راه جا مدرق ما جاش اونفاس مع الصالون، لان ما كنبغيش انا هذوك لي فاسك اللي كيجيو مقابلين مع الصالون، والحمام هو اللي بقى في الجهه ديال الشمال اونفاس مع الباب غادي يكون الفاسك، وحده غادي يكون التواليت، وهذاك ليسباس اللي كنا خديناه من الحمام الثاني هذاك هو اللي غادي يكون كابين الدوش. كنظن دابا الامور واضحه، راه تريبوا الحيوطه وطلع هذا الحيط هذا اللي كيفصل بين البلاصه ديال الفاسك هي اللي في الجهه ديال اليمن، وبين الكابين الدوش اللي غادي يكون وسط الحمام الاخر. المهم دابا نشارك معكم النتيجه النهائيه، دابا بغيت نشارك معكم غير الطريقه كيفاش غادي تركب هذا السيستم ديال الباب كوليس، لان بزاف الاخوان طرحوا عليا هذا السؤال وبغاو يعرفوا واش التركيب ديالو ساهل اولا لا. كما قلت لكم راه التركيب ديالو ساهل، يعني يكفي اذا كان عندك البناي ديالك خدمه ديالو مزيانه راه غادي يركبوا بكل سهوله ما فيه حتى اشكال. ودابا غادي نخليكم مع المعلم عزيز يشرح لكم اكثر الطريقه اللي ركب بها هذا السيستم. مدام سميرة السلام اختي بخير لاباس عليك. ها هو فاش درنا ليه الفيلاص والسيما، ماشي غير السيما، وراه ما عولتش انا على غير هادو، ما عولتش على هادو، ها هو ما عولتش عليهم، صبر محمد، ما عولتش على هادو، انا بالي حتى ضرب لي ضعاف، زدنا ليه المسمار، ها المسمار زدنا عليه، ها واحد ها جوج ها ثلاثة، كلهم درت لهم هكا، سير محمد، الفيلاص والسيما، واخا تبغي تبلع بينسا هذيك ديال البناية، وما تحيدش تحيدش، خشي داخل محمد، صافي. في راسو السيما عاد غندير ليه السيما الصيك، دير ليه السيما محمد الصيك، عاد غندير ليه واحد الفوندو صغير هنا ولا ندير ليه قطبان ديال الحديد ولا في فوندو صغير هنا باش ما ينزلش عليه الثقل ديال الياجور، ما ينزلش على هذايا حيت هاد الحيط حيدناه، حيت درنا غير الياجور الصيك غينزل عليه الثقل، نهار بغي يركبو الميكانيزم ما يبغيش يبقى يمشي لهم بسرعه، يبقى يحل لهم في الطريق حيت نزل عليه الثقل. وكما شفتوا معايا المعلم عزيز ما اقتصرش غير على السيما في التعمير ديال الجوانب ديال هذا السيستم، زاد مع السيما الفيلاص، والفيلاص هو هذاك اللي كيعلقوا به البلافون، كنضر كلكم عارفينه، هذا كيزيد يصحح الحيط. وحتى لو كان عندكم شي شق في الدار وبغيتوا تعالجوا هذا الشق ممكن تعمروه بالسيما والفيلاص، راه كيعطي نتيجه رائعه. وفوق هذا السيستم هذا فداك الفراغ اللي الفوق ما دارش غير الياجور، بنا غير الياجور، دار واحد القطبان ديال الحديد باش يهز هذاك الثقل ديال الياجور اللي غادي يكون فوق هذا السيستم. ودابا كما كتشوفوا معايا من بعد ما تركب هذا السيستم كيدير له المرطوب ديالو، ومن بعد غادي تكون الصباغه هي اللي على برا، ومن داخل غادي يدير له الزليج. هاد المراحل هذه دابا نشاركها معكم ان شاء الله وغادي تشوفوها. وكما كتشوفوا معايا بالنسبه لهذا السيستم تغطى كامل بالمرطوب، بقى كيبان غير الباب ديال الحمام، وانفاس مع الباب ديال الحمام مع الدخله كنبداو بالفاسك.
اللي القياس ديالو غادي يكون 80 سنتيم كما كتشوفوا معايا، راه هو مكتوب في الحائط. من بعد ما عطيت التصميم المعلم عزيز كل حاجه كتب لها القياس ديالها في الحيط. وبالنسبه للبلاصه ديال التواليت المعلق غادي يكون فيه 88 سنتيم، حتى هي راه تكتبت في الحيط. وبالنسبه للبلاصه ديال الكابين دوش هي اللي جات في الجهه ديال اليمن، هي هذه اللي دوزنا فيها لانستالاسيون ديال الماء، تقريبا بقى فيها مترو على مترو. وجا صحيح الله يبارك، وجا صحيح الله يبارك.